هاد خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيسة اللجنة البارالمبية المصرية واللي حضرت الاحتفالية اليوم. ازاي حضرتك يا دكتور حياة؟ اهلا بيكي. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا اهلا يا دكتور حياة، احنا يعني كمشاهدين النهارده واحنا بنتفرج كنا حاسين براحة نفسية، حاسين يعني انا قاعدة بتفرج وبعدين فجأة ركزت مع وشي لقيت نفسي مبتسمة كده، قاعدة بتفرج وانا وشي بيبتسم طبعا. لوحده. حالة من الراحة والهدوء والرحمة والواحد كانه اتعالج في الاحتفالية دي وهو بس بيتفرج من خلال بالفعل شاشة. انتوا بقى اللي بالفعل حضرتوا كان احساسكم ايه؟ والله. بصي، احنا خدنا طاقة إيجابية عالية هتمشينا يعني سنين وسنين. يمكن يعني عايزة أقول لحضرتك، يعني ملامح وش فخامة الرئيس نعم والسعادة اللي هو كان فيها وهو شايف الأولاد، ويعني شفتي، ما أعرفش حضرتك لما ألقى الخطبة بتاعته، ايوه، وهم يعني حواليه. الولاد حواليه وبيكلموه، والبنت عماله تبص له وتطبطب عليه وتطبطب على ايده وهو بيضحك من قلبه. لا لا، يعني احنا النهارده موضوع كان الحقيقه حلاوته في بساطته وتلقائيته، تحس ان يعني الاطفال دي بتتكلم بتلقائيه مرتاحه، اطفال جدا مطمنه جدا قاعده جدا، مع يعني باباهم. يعني الواحد لما بيقعد مع باباه بيبقى مرتاح، بيتكلم بيقول اللي عايز يقوله وبيحس الاحساس اللي هو عايز يحسه. يعني ده اللي كان حاصل فعلا، او ده اللي الحقيقه وصلنا ليه. يعني اخذنا طاقه ايجابيه. وبص، يعني كنا الحقيقه في دنيا تانية، يعني ملائكه وقاعدين مع ملائكه. ايوه لا، كان يوم الحقيقه الواحد مش ممكن هينساه، دكتور مش حياة، ممكن. دكتور حياة، حضرتك شايفة بعين بقى حبايبي ذوي الهمم اللي ما حضروش احتفالية زي النهاردة وكانوا بيتفرجوا عليها، تفتكري هم هيبقوا شايفينها ازاي الاحتفالية زي النهاردة؟ هتأثر فيهم ازاي؟ هتديهم أمل قد إيه؟ هتبقى حافز كبير لهم ان هم يعني يثبتوا للمجتمع ان هم جزء مهم من المجتمع، يعني الرئيس والقياده السياسيه واقفه معاهم وبتشجعهم. يعني انا بالنسبه ليا، يمكن انا عشان رئيس اللجنه البارالمبيه وابطالي الرياضيين المعاقين، طبعا دي بتعمل نقله ثانيه يا استاذه، نقله بتديهم حافز وبتديهم طاقه، ويعني وش العيال وهم سعداء وهم حبيبتي بيجروا على الريس عشان يتصوروا وهم بيعملوا معاه الحوار، كلام طالع من القلب ايوه للقلب. ايوه يعني يعني كلام طالع من القلب للقلب. وزي ما حضرتك قلتي، انت كنت بتتفرجي وحسيتي بالسعاده والابتسامه، تخيلي بقى احنا اللي قاعدين وحاضرين هذا الموقف، الشعور بتاعنا ايه؟ يعني انا الحقيقه يمكن ده يوم من احلى ايام عمري ما شاء اللي الله. انا مضيتها. يعني دكتور حياة، حضرتك يعني رئيس، كنت في البعثة البرلمانية المصرية في طوكيو وكانوا ايوه معاكي الأبطال في مختلف الرياضات، تفتكري بعد احتفالية زي كده، وطبعا دي احتفالية سنوية وبتتكرر وربنا ما يقطعها عادة أبدا، يا تفتكري رب يا رب. في كل مرة هل محتاجين إن احنا نذكرهم بهم قد إيه مهمين وقد إيه في دمج في حياتنا كاحتفالية زي كده، ولا في ممكن يبقى في حاجات تانية والله أخرى؟ بص، احنا بالنسبه لنا، انا عايزه اقول لك حاجه، بالنسبه لنا احنا الابطال الرياضيين، احنا فخامه الرئيس بيكرمنا على مدار السنه. يعني اي احنا لما رجعنا من طوكيو فخامه الرئيس طبعا كرمنا واستقبل الابطال واعطى لهم الاوسمه واعطى لهم الوشاح. يعني الحقيقه شريف عثمان وفاطمه احنا عمر وغيرهم، فاطمه عمر وشريف عثمان وكل دول طبعا الرئيس بيكرمهم على طول. يعني احنا يعني هم التكريمات معانا طول السنة مش في احتفالية واحدة مرة في مش السنة. وبعد كل بطولة، بعد كل بطولة على فكرة عالمية أو قارية، فخامة الرئيس بيكرم الأبطال. نعم. يعني وده بيديهم بقى حافز، يعني إن إيه بقى البطل بيرجع بيبذل مجهود عشان ياخد ميدالية عشان يقابل فخامة الرئيس. نعم. سيادة الرئيس النهاردة زي ما قلنا كان أب مع أبنائه، وده مش بس إدى حافز للأبناء، ده كمان إدى حافز لأولي للآباء الأمور
وبالظبط طبعاً. والامهات يعني هو كان قدوه النهارده لكل اب عنده طفل من ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصه. انت ما ينفعش يبقى ابنك دوت كتله مرميه مركونه لان انت شايف ان هو غير اخوه طبعاً. السليم طبعاً. بل بالعكس انت ابنك دوت كتله من العزيمه والفن والابهار واكيد عنده نقطه بالظبط زي ما سياده الرئيس قال لما الاب بقى الاب دي الرساله اللي عايزه اطلبها من حضرتك توجهيها لكل اب وام للاسف مش شايفين حلاوه ولادهم المتميزين المختلفين. ايوه تقول لهم ايه؟ اوعوكم تخبوا ولادكم. أيوة. ولادكم دول فخر لكم، ولادكم دول ممكن يحققوا بطولات ويبقوا في المحافل الدوليه، ولادكم دول في قلب القياده السياسيه، في قلب فخامه الرئيس، وبالتالي في قلب كل الاداره والاجهزه الحكوميه، وده حافز لهم على انه الاحتفاليه الجايه يبقى فيها ابطال اكتر، يبقى فيها اولاد اكتر، يقدروا ان هم يعني يزيدوا فخر ان هم بيسلموا على الرئيس والرئيس بيبقى سعيد بيهم. وزي ما احنا شايفين الضحكه على وشوشهم دلوقتي تفضل الضحكه موجوده دايما على وشوش كل اولادنا سواء كانوا ذوي الهمم او اولاد اخرين. اتفضل يا فندم. عايزه اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، حضرتك خلي بالك ان الرئيس كان بيكلم الاهالي واولياء الامور اللي قاعدين في القاعه. أيوة. يعني اي واحد كان بيقول له كان بيرد. ايوه عليه. يعني النهارده الاحتفاليه حاجه مميزه. انا بقول لك انا حسيت اني عملت مديتيشن وانا قاعده بتفرج من خلال شاشه. فما بالك اللي حاضرين متخيله احساسكم، متخيله جسمكم وهو مقشعر، متخيله سعادتكم فخركم. يعني انا بشكر حضرتك جدا حقيقه. دكتوره حياه خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيسه اللجنه البارالمبيه المصريه، شكرا لحضرتك جدا يا فندم. كلنا شفنا السيد الرئيس اتكلم ازاي النهارده مع الولاد زي ما قلت بقلب الاب قبل ما يكون رئيس. سعه صدره شملت كل المشاركين من اولادنا ورد على اسئلتهم بكل حب بكل بساطه وكلها ابتسامه كده وحميميه ما بين اب واولاده. في اللي ساله كان نفسك تبقى ايه وانت صغير، وفي اللي ساله مين قدوتك، وفي اللي طلب انه يسمعه او يتصور معاه او يبقى مذيع، وفي اللي نفسه يبقى بطل سباحه في النادي الاهلي. يعني وغيره وغيره طبعا. يعني نقدر نقول كده انها كانت جلسه فضفضه بين اب وابنائه، بيسمع بيفهم مطالبهم واحتياجاتهم، بيعلن رساله للمجتمع والعالم كله ان اولادنا بدل ما هم من اصحاب الهمم هنقول عليهم هم القادرون باختلاف.